بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. يسعدنا أن نقدم لكم مشاهد من سيرة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله. إن 8 سنوات قضيتها في حجر الزاوية، وبعدها الآن نحو 16 سنة قضيتها في نفس الاتجاه، أبحث عن الله عز وجل وأتوسل إليه وأذكره كما علمني شيخي رحمه الله. أقول إن عمرا مديدا مثل هذا يبدأه المرء بالنية الصالحة، وتزداد هذه النية قوة كلما ازداد تقدما في العمر. لا دليل على أن هذا السالك وجد طريقا عرف أنها الحق فاستقام عليها، أما أن أدعي وأقول أنا لا، هذا ليس من شأني. إنما في القلوب هو شيء يطلع الله عز وجل عليه، ويظهر في عمل الإنسان ويظهر بعد الإنسان. فأنا عندما التفت إلى حياة الصوفية أجد أن الصوفية رضي الله عنهم قوم هربوا من ساحة الجهاد لكي يتفرغوا إلى تربية القلوب وإلى تربية الأفراد. بهذا الاعتبار أنا لست صوفيا، للصوفية تقاليد أنا لا أعترف بها ولا أعرفها ولا أريد أن أعرفها. أنا أعرف سنة رسول الله وأجتهد في إطارها. هؤلاء القوم أنا مدين لهم بكل فضل وبكل خير. آووني عندما كنت شريدا في بيداء الغفلة عن الله عز وجل، فأنا أحبهم. ولما عزمت على أن أقول كلمة حق عند سلطان جائر فأكون مع سيد الشهداء إن شاء الله، خشيت أن ينالهم سوء بموقفي هذا. كان انفصالي عن الزاوية لينا لطيفا، فانتقلت من الرباط لأسباب صحية إلى مراكش، فكان مجرد انتقالي هو انقطاع عن الزاوية دون أن أعلن أني انقطعت أو أنني أريد الانقطاع. ثم بعد 3 أشهر خرج كتاب الإسلام أو الطوفان، فكتبت رسالة إلى الشيخ سيدي حمزة، قلت له يا أخي إنني كنت في الزاوية وأحسنتم إلي أحسن الله إليكم، لكنني أخاف أن تؤذوا من جانبي، فأنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صيف 74 900 كتبت رسالة الإسلام أو الطوفان، وتعلمون ما حدث بعد ذلك من اعتقال. 1.5 سنة منه في مستشفى الأمراض الصدرية، و2 سنين في مستشفى الأمراض العقلية. وكان لأخوي الكريمين سيدي محمد العلوي وسيدي أحمد الملاخ الفضل في طبع كتابي الإسلام أو الطوفان ونشره ذلك في يد الشرطة، ما قدر الله لهما من بلاء، فقد أوذيا أذى كثيرا. يكفي أن تعلموا
أنهما أمضيا 15 شهرا على الأرض وفي البرد الشديد، يأكلان الخبز اليابس الملطخ بالبترول والعدس الممزوج بالحصى. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان حزني على ما يعيثه المفسدون في الأرض من فساد. كان هذا شيئا يسكن كياني منذ سنوات. عندما دخلت إلى طريق الشيخ كنت خليا من هذه الأشياء، لم أكن أحمل إلا هم نفسي فقط، لا يهمني شيء آخر. لكن لما استنار قلبي ولله الحمد صرت أشعر بقوة تزداد على مر الأيام، بأن من واجبي أن أقول كلمة حق عند سلطان جائر. لا أقول إنني فكرت في هذا سنوات، لكن شهورا. فاستقر أمري على كتابة هذه الرسالة. نتائجها وما يمكن أن يترتب عليها فقد رأيتم ما نتج عنها، وسترون بحول الله ما سيترتب عليها، لأنها كلمة حق قيلت، قالها رجل لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. هذا كلام لا يموت أبدا. يتصور الناس بسهولة ما يكون وقع هذه الرسالة الفاضحة على شخص تربى على ألا يسمع كلمة لا أبدا، وعلى ألا يسمع كلمة نقد أبدا. تسألني لماذا لم يبطش بي ولماذا لم يحاكمني؟ أما المحاكمة فتكون فضيحة أفضح، فإنه بعد اعتقالي في رمضان تجندت الشرطة وتجندت الداخلية لكي تطوق انتشار رسالة الإسلام أو الطوفان. فكانت زيارات بالليل، بلغني ذلك بعد خروجي من المعتقل. زاروا الناس وسط الليل يسألونهم هل بلغتكم رسالة عنوانها كذا وكذا؟ سبحان الله، من الناس من كانت زيارة الشرطة لهم في وسط الليل هي المنبهة لهم إلى أهمية هذه الرسالة. فبلغني أن منهم من كان لا يعرف عن الموضوع شيئا، فلما زاروه وسط الليل أصبح في الصباح يسأل عن الرسالة ومن الذي كتب وكيف تقرأ. من حسن السياسة أن تعقد محاكمة في هذه الظروف، وكان حسن التدبير أن تطوق المسألة وأن يسكت هذا الصوت وأن يغمط. أما البطش فقد بلغني بعد خروجي من المعتقل أن صاحبنا لما بلغته الرسالة أو بلغته نسخة الرسالة التي بعث بها إليه عن طريق عامل مراكش، دفعها إلى بعض كتبته كي يلخصها له، ثم بعث إليه أن ائتني بالرسالة. فقيل لي إنه قرأها 3 مرات ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. بلغني أيضا أنه عزم على البطش بي وعلى قتلي حينا، لكنه رجع إلى شيء من التريث، فأشار عليه بأن يأخذ بالتي هي أدهى وأن يعرضني للناس على صفتي مجنون. للملك مثل هذا الكلام إلا مجنون. وهكذا تحولت سياسة الملك من هذا العزم على البطش
إلى سياسة التطويق. وبالفعل مرت علي سنتان بمعتقل مع المجانين. اعتقلوني في اليوم الأول من رمضان سنة 74 900 ألف، وفي اليوم الثاني من رمضان جاءني عميد من الشرطة ومعه ضابط، فخرجنا إلى ساحة وجلسنا على الكراسي وأخبرني هكذا، قال: إني تلقيت أمرين غريبين، أولهما أن أعاملك معاملة لطيفة وألا أشدد عليك، والثانية أن الملك يريد أن يقابلك. قلت له: أما مقابلة الملك فأنا لست مستعدا لها لأنني مريض، وإذا كان يريد أن يتحادث أو يحاورني فليبعث إلي رجلا عاقلا. وكأنني كنت أعرض بأنه ليس بعاقل، أنني أعرف أن الحديث إلى الملك يقتضي منك أن تقبل اليد والرجل والكتف إلى أن تسجد وتركع، وأنا غير مستعد لهذا. ولعلك لم تر في التلفزيون المغربي كيف يصلي الناس للملك، هناك صلوات خاصة في حفلات فيها 6 ركعات يركعون أمام الملك، وأنا لم أكن مستعدا لهذا. فيقولون: الله يبارك في عمر سيدي، ويركعون، والناس في لباس أبيض، وعلية القوم، الحكام والمفوضون والجيش وكل الناس، كل الناس يلبسون ذلك اللباس المخزني الرسمي كأنهم في محراب. في سنة 76 900 ألف كتبت رسالة إلى وزير الداخلية، وكتبتها باللغة الفرنسية، لست أدري هل بقيت منها نسخة. أقول فيها ما قلته في رسالة الإسلام أو الطوفان بلغة أخرى يفهمونها، لأن هؤلاء لا يقرؤون العربية، فتكلمت إليهم باللغة الفرنسية. قلت: إنكم في ورطة من حرب الصحراء، في ورطة اقتصادية، في كذا وكذا وكذا، والمخرج هو الإسلام. ولما وصلت هذه الرسالة إلى عميد الشرطة في مراكش شدد علي وضيق تضييقا مضاعفا، كان ينتظر أن هذه الرسالة ستكون سبب شنقي أو الحكم علي بالإعدام، لأنه استفضع أن أقول مثل هذا الكلام، يكفي هذا للدلالة على لهجتها. لكن رد وزير الداخلية بعد ذلك كان رفيقا، وكان ردا واعيا، قال: بلغتني رسالتك وسأقرأها وأنا أشكرك عليها. ولم يمض بعد ذلك إلا نحو 1.5 سنة حتى أفرج عني. قال الأولى في سنة 74 900 ألف، فترة هدوء وتأمل وتفكير في الظاهر، وفترة ذكر عميق، وفترة خلوة، كانت هي من أسعد فترات خلوتي، لا أقول أسعد فترات حياتي، كانت من أسعد فترات خلوتي. فكانت السنوات 3.5 مناسبة لملازمة الأذكار ولمراجعة ما فقد من القرآن الكريم، كان هذا أهم شيء من به الله علي في ذلك الوقت.
استرجعت القرآن وأعدت حفظه، وكان سهلا على كل حال لأني حفظته منذ الصبا. فاسترجعت القرآن استرجاعا جيدا ولله الحمد، وأخذت ما حصل عندي من كتب الحديث، جمعتها ثم قسمتها، ثم صنفتها لكي أخرج منها شعب الإيمان، وأدرجت بعدئذ هذه العناوين العشرة. وهكذا شيئا فشيئا اكتسب هذا التفكير المتواضع في المنهاج النبوي صورته التي تقرؤونه عليها. وقرأت أيضا كتبا، كانت فترة ذكر في كلمة واحدة. السجن كان لي في التجربة الشخصية شيئا جديدا، لأن اعتقالي في المرة الأولى كان اعتقالا خارج حدود القانون تماما، فلم أعرف السجن ولم أختلط بمسجون، وإنما اختلطت ببعض المرضى في مستشفى الأمراض الصدرية لمدة عام ونصف، ثم اختلطت ببعض المجانين في مستشفى المجانين قضيت فيه سنتين. أما في السجن فإنني اكتشفت عالما آخر هو خلاصة للواقع المغربي ولواقع المسلمين عامة. المجتمع في السجن تتشخص، وفي السجن تسكن، وفي السجن تعيش. مرت السنتان في السجن في ظروف مادية لم تكن سهلة. على كل حال، لأن سجن العلو يعرفه الجميع هو سجن رطب بارد، والرطوبة والبرودة هما سبب اعتلال صحة أمثالي. عايشت في السجن ملاحظة ورؤية وسماعة واطلاعا على الحالة الحقيقية لمجتمعنا في انحطاطه وسقوطه ورذالته. خارج السجون يتخفى الناس عادة من إظهار حقائقهم، فلكل خصوصيته، ولكل مسكنه، ولكل عاداته، ولكل حرمته الاجتماعية. أما في السجن بعد أن يكشف القناع عن الأوجه فيعرف أن الذين دخلوا السجن هم متهمون، ومتهمون بجرائم شتى، عندئذ يبدأ مسرح آخر. فمن حثالة الحتالة الذين حتى في داخل السجن لا يأنفون من ممارسة حقيقتهم وحقيقة أخلاقهم، فيتسلط القوي على الضعيف جهرا وبدون حشمة وبدون حياء. وكيف وقد نبذ الحشمة والحياء والأخلاق والإنسانية خارج أسوار السجن؟ لقيت أيضا فئات من اليساريين، القاعديين والاشتراكيين والشيوعيين وأصناف ثوريين، كانوا أصنافا وألوانا. ففي حملة مظاهرات الخبز في الدار البيضاء سنة 84 حشروا إلى السجن المناضلين، منهم من كان مناضلا ثم ارتد أو كفى أو غير رأيه، ومنهم من كان مناضلا وبقي مناضلا، ومنهم من كان مناضلا فنام فأيقظوه ورجع إلى صف النضال. أصناف من الناس عشرات، كانوا نحو 130. لكن بعد هذا البلاء والحمد لله، وبعد خروجي من السجن وجدنا ووجدتم أنتم أيضا، واكتشفتم أن هذه المحنة كانت من أهم مقومات بناء الجماعة، فكانت بمثابة ذلك الذي أقام عمودا في الأرض
فأخذ يحركه ذات اليمين وذات الشمال لكي يخبره هل انغرز في الأرض انغرازا كافيا أو في حاجة إلى تعميق جذوره. كانت عاقبة هذا البلاء خيرا، فتعلم الجميع كيف أن الأمر جماعة وليس تجمعا حول شخص كما يتهمنا بعض الناس. تعلمتم أيضا كيف تفكرون باستقلال عن الغائبين عنكم. تعلمتم كيف تنفذون. تعلمتم كيف تصبرون. فأظن أن عاقبة هذه الاعتقالات كانت إيجابية، كل الإيجابية. كانت لنا سمعة قبل الاعتقالات، لكن الاعتقالات وحديث الصحافة العالمية والإذاعات العالمية والتلفزات العالمية، حديثها عن جماعتنا وعن اعتقالاتنا وعن فكرنا وعن مشروعنا، هذا كله أعطى لجماعتنا حجما سياسيا لم يكن لها قبل الاعتقالات. إن سفينة جماعتنا تدخل في مياه جديدة، فقد صدق ما تلا تلك الفترة ما كنت أقول. وأسأل الله عز وجل أن تبقى سفينتنا سائرة في مياه النصر إلى أن تبلغ إلى مرفأ الخلافة الراشدة إن شاء الله.